عظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب، يا مظلوم كربلاء. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لحواء والد كمحمد صلى الله عليه وآله، أم هل لمريم مثل فاطم أفضل أشبل؟ كل لها عند الولادة حالة، منها عقول ذوي البصائر تذهل. هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا، فهي منه تأكل. ولدت بعيسى وهي غير مروعة، أنا وحارسها السري الأبسل. وإلى الجدار وصفحة الباب التجا ست النساء، فأسقط ما تحمل سقطت، وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل. هذا يروعها وذاك يدعها ويردها، هذا وهذا يركل. وأمامها أسد الأسود، وأمامها أسد الأسود. بسم الله عليك يا أمير المؤمنين. وأمامها أسد الأسود يقوده بالحبل قنفر. هل كهذا معضل؟ آخ، طلعت لنا تشوف حيدر قايدين يمشي بطاعته مصد الهاب عين.
وحالت البضعة بين عدوانه وبينه، ولن العبد ساط على البضعة يتلوى. واحد أمر عبده، واحد أمر عبده يرد بالساط له. بنت النبي ظنت الفاجر يختشي، ولا يشيع الساط يتلوى. عليها بطن ظهر ألم بنت خير البرية. آخ وراي طلعت ولها وحزينة، لا وين صيحا ما اخذينا، من شافني الغادر بدينا، رد لي وسطر عيني بيمين. قامك يا ابويا ما رعاني، شقوا وصيتي وانكراني، ومن البج عليك منعوني، وبسياطهم ابويا ضربوني، ومن الضرب ورمان. لكن الامر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران، مريم هذا الاسم ليس اسما عربيا، وإنما هو اسم معناه بالعربي العابدة. يعني مريم اسم مريم العابدة، وهي بلا شك أنها من أصدق مصادق العابد أو العابدات، وذلك لأنها عبدت الله عبادة صادقة وصحيحة ومخلصة، ففضلها الله على جميع نساء عالمه. والعبودية لله ليس فقط الركوع والسجود، وإنما هو الامتثال، امتثال لأمر الله. يعني حتى على المستوى الأخلاقي يمكن أن تحول من معاملة إلى عبادة. لولا أولا أن تقصد القربة لله في العمل
عمل خير مثلا تتعامل بالصدق لوجه الله وأخلاق، تترك الكذب لوجه الله هو في حد ذاته عبادة، تستمع إلى متحدث يتحدث عن الله أو عن الدين تكون قد عبدت الله لأنك قاصدا وجه الله والقربة إلى الله. والعكس بالعكس، إذا مثلا إنسان كذب أو اغتاب أو نم، هذه أعمال أي معاملات، يكون مأثوما ويكون قد عبد الشيطان وترك عبادة الله. لذلك ورد في الحديث من أصغى لناطق فقد عبد، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن إبليس فقد عبد إبليس. أنا أصغي مثلا إلى القرآن، تصغي أنت إلى القرآن، إلى متحدث يتحدث يذكر أحاديث النبي وأهل البيت، يعظ الناس يذكرهم الآخرة يحذرهم من عذاب الله، أنت تقصد تأتي إلى تلك المجالس التي فيها الوعاظ لتتعظ لتخاف من الله لتعتبر، مشيك إلى هذا المكان عبادة لأنه مقدمة للطاعة. ولهذا العبادة نوعان، نوع طقسي ونوع لا، نوع يسمونه امتثالي أو بمعنى الطاعة بشكل عام أكثر من كونها طقوس كصلاة مثلا أو صيام أو طواف أو سعي، هي عبادات ولكن يسمونها طقسية. أما الامتثالية فهي أشمل وأعم، إذا قلنا فلان يمتثل أوامر الله أي يعبد الله فهو عندما يصدق امتثالا لأمر الله. ولهذا العبودية أشمل وأعم، الناس يتصورون بأن العبودية بس ركوع وسجود وأمثال هذا، صدقني أحيانا قد تشرب أنت الكاس الماي وتقلب من شرب ماي إلى عبادة إذا قصدت التقوي على طاعته. فإذا كل امتثال لأمر الله يمكن أن يكون عبادة. مريم ممتثلة لأمر الله، ولا هذه العبادة التي يقوم بها بعض الناس هي الطاعة بمعنى أكثر ثواب، ليش؟ لأنها مستمرة. مثلا المرأة تلبس الحجاب وتصير عفيفة مدة ما أنها واضعة الحجاب على رأسها ومتسترة هي في عبادة. أكو عبادات تستمر باستمرارها، الصلاة 5 دقائق مخلصة حصل ثوابها، هذا الإنسان خلص صلاته وراح ارتكب معصية توقف ذاك العمل أنجى عمل سيء. بينما الخاتم هذا خاتم تخلي في إيدك قربة إلى الله تعالى لأنه يستحب مستحبته، ما دام الخاتم في يدك وأنت قاصد لوجه الله ولأنه أمر مستحب فأنت في عبادة. وهكذا كثير من الأشياء، يعني أحيانا يكون واحد نايم وهو في عبادة لأنه امتثل لأمر الله، مثلا ملتحي اللحية لها ثوابها ولها أجرها، عكس لما يزيلها خلاص ما إلى أجر.
بل قد يأثم إذا كان غير معذور في حلقها. قلد من يقول بوجوب إرسالها وماكو أي عذر عنده حتى يحلقها، يكون في ماذا؟ يكون في معصية. بينما إذا خلاها وهو نايم وأجره يمشي، لو لا يعني 24 ساعة والحسابة تحسب إلى بيت، لأنه ما زال متلبس بالطاعة. وهذه لوجه الله، لهذا يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا هذه الله يريد مصلحتنا إحنا لما يأمرنا بالأوامر ونمتثلها، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله خلق الخلق حين خلقهم آمنا من معصيتهم، آمنا من معصيتهم. يعني هو ما بيضر شيء لما أنا أعصي الله، ولا يدخل في ملك الله أيضا شيء لما أطيعه. ليش؟ قال: لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، دائما فاضل من خلال التزامه بشرع الله، مو ساعة مؤمن وساعة منحرف، أو يعني الآن مستقيم وبعدين يصير على غير الاستقامة، هذا مخالف لشرع الله. يعصي الله ويقول يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة، تحتاج إلى أن يكون الإنسان على طول في عمل صالح حتى يضمن 100% أنه في خاتمة حسنة، له خاتمته الحسنة. نرجع، فالعبادة أشمل. مريم عليها السلام سميت بهذا الاسم، وليش هو المناسبة؟ لأنها لما حملت بها أمها نذرتها لبيت المقدس، متوهمة أنها ولد، طلعت بنت. وليش توهمت أنه ولد؟ لأن الله أوحى إلى عمران زوجها، هو نبي، الله قال له: سنرزقك ولدا يبرئ الأكمه ويحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، يعالج الأمراض، بل حتى الميت يحييه بإذن الله. هذا الوعد كانت تنتظره أم مريم وهي حنة، تنتظر متى الله يسهل هالأمر ويجي هذا الحمل الذي في بطني، أني جعلته لبيت المقدس ما دام هو ذكر. فكانت تتوهم أنه، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر. ليش؟ لأن الأنثى ما يخلونها دائما في بيت المقدس، مسجد الأنثى إذا تبقى على طول محررة إلى بيت المقدس ما يصير عندها أيام، بعدين تجي أيام ممنوع عليها دخول. بس المشكلة أنها نذرت ما في بطني هذا، ما ما راح تولد، لأنها كأم يحيى ولدت بمريم، أولا كانت عقيم
زين او عاقر وزوجها عقيم، وجاءتهم مريم في سن متأخرة. والمناسبة شنو؟ أن أم مريم كانت جالسة في البيت، فجاء طير ومعه فراخه، وجعل الطير يزق الطعام في فم فراخه، يأخذ الطعام في منقارة يخلي في فم الفرخ. فهاجت عندها عاطفة البنوة والأمومة، فجعلت تدعو، قالت إلى عمران ادعو لأن كان الله يرزقنا ولد هشك طالع. شوف شوف هذه، هذا الطير يزق فراخه الطعام. هاجت عندها حالة حب الأمومة وعاطفة الأمومة، مرأة تحب أن يكون عندها ولد، الأب أيضا يحب، الرجل يحب أن يكون عنده ولد. الله يرزق كل من يطلب الذرية إن شاء الله ذرية صالحة. فهاجت عندها هذه الحالة، فجاء الخبر من السماء إلى نبي الله عمران بأنه ترى استعد أنت وزوجتك ويلا اشتغلوا على هذا الموضوع وراح نرزقكم ولد. هذا الولد يبرئ الأكمه والأبرص، يشفي الأعمى، الأكمه إلا هو الأعمى. واحد ما يحكي خليه يحكي، واحد مريض شافيه بإذن الله أو يشفيه، لا صح يشفيه، خطأ في اللغة العربية نقول اللهم شافنا، هذا خطأ شايع، اللهم اشفنا وعافنا، ليس من أسماء الله الشافي وإنما المشفي. اللهم اشفنا وعافنا، لاحظوا في الأدعية دائما الناس يقرون اللهم شافنا، ما في شافنا لغة، ما شفينا شاهدنا. بس هاي شيء متعارف وسهل، صعب لما يقول شفينا، على خلاف المتعارف وعتالة ألسنتنا. الحين تعرف على القصد ما قصد، إذا تقصد ما تقصد المدام التفت لازم تقرأها شفينا. الدعاء هذا مفاتيح إلى مفاتيح، من مفاتيحها أن تقرأه قراءة صحيحة بحسب اللغة العربية. نفس التلفون لما تدير التلفون تضرب رقم غير الرقم اللي تريده يروح مكان ثاني. المفتاح هذا لما تفتح به الباب لما منكسر منه ضرس ما يفتح، أو زاد عليه المفتاح ما يفتح، لو إيش لأنه تغير، لازم يركب تركيب على القفل بعدين يفتح. هذا الدعاء له مفاتيح، ومن مفاتيحه شنو؟ أن تحضر قلبك، تحضر قلبك في حال الدعاء، وأن تقصد القرب إلى الله، وأن تكون متقي، مو تدعو البعيد ذاك، البعيد يدعو هو ظالم فلان، ماخذ مثلا حق فلان وسارق فلان، يغتاب فلان ويعمل كذا، يقول اللهم أعطني، اللهم ارزقني، اللهم زوجني، اللهم كذا. قال تعالى إنما يتقبل الله للمتقين. ومن مفاتيح الدعاء شنو؟ أن يقرأ الإنسان باللغة العربية الصحيحة، طبعا ما دام ملتفت ويفتهم اللغة العربية. أما إذا مسكين يعني ما يقدر وكذا، كل ما يحاول يعدل حتى يصير سين وبلال شينه، المعذور غيرك. أنا حين لما التفت ما يصير على خربه وابقى على غلطي،
صحيح النية 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 صحيحة، لكن ماذا النية إنما بالنسبة إلى الإنسان مو ملتفت وصير معذور، أما غير المعذور لا لازم يصحح صلاته. كان الفاتحة ما يقراها عدل يقراها عدل يتعلم، أو يصلي جمع أو يصلي. على كل حال هذا الحكي ياخذنا. فهذه ظنت أنه ذكر، وإذا يوم ولدته شافت ابنية شلون هالنذر حين ناذرتنها إلى بيت المقدس. خب يلا ما دام هي صغيرة الحين خلت تروح بيت المقدس، لا يصير خير، يمكن الله سبحانه وتعالى يرفع هالحكم، ينزل ملك من الملائكة يقول لي بس خلاص انتهى الموضوع إذا بلغت يعني. وإذا الله سبحانه وتعالى يعطيها كرامة ثانية بأنها بتول، يعني شنو؟ يعني ما تحيض، ما تأتيها العادة الشهرية كما تأتي النساء، وتحققت تحقق نذر أمها. وشوف هالعبادة هذه، فاقت جميع عباد بيت المقدس كلهم ما عدا زكريا باعتبار أنه نبي، لأنه كفيلها وكفلها زكريا. وتميزت خلو يريد زكريا يحصل، لكن ما حصل هذا إلا حصل بس كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اخلص لله يعطيك الله الكثير، يفتح أمامك آفاق وآفاق. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء لشيء مثل ما يقولون، كل شيء لشيء. أخلص تأتيك الخيرات من كل مكان، يوفقك الله في حياتك، وإذا لم تحصل إجابة لك في الدنيا فإن الله يدخر أتعابك إلى الآخرة. شاهدنا كبرت مريم وإذا بها تصبح مضرب مثل بالعبادة، من صغرها إلى أن كبرت، من صغرها حيرت الناس بالعبادة، وفوق هذا اشتهر عن أمرها أن المائدة تنزل عليها من السماء، وبهذا فاقت جميع نساء الكون. بل فضلها الله على جميع نساء الزمان، فقال تعالى يا مريم، عن إنسان هذا عن الله طبعا، الملائكة تخاطبها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. اصطفاء يعني الاختيار، وطهرك واصطفاك، اصطفاء ثاني بمعنى التفضيل، واصطفاك على نساء العالمين. ففاقت جميع نساء العالمين إلا واحدة بس، هي استثنتها الروايات، وهي الزهراء. لأن مهما بلغ الإنسان ما رح يبلغ مقام فاطمة. يقول النبي صلى الله عليه وآله لو لم يخلق الله عليا لما كان لفاطمة كفء آدم فمن دون. والحال أن علي أفضل من مريم وغير مريم، بل من الأنبياء، حتى
من الأنبياء. لكن ماكو أحد كفو إلى الزهراء، معناه أنها مواسية لهذه الشخصية الكبيرة، بحيث أن ما في أحد في العالم من آدم إلى أي مرتبة، حتى مرتبات أولادها لو واحد أجنبي منها، بمرتبة أولادها المعصومين ليس ككفاءة علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن علي وشأنه. والزهراء عليها السلام تميزت بعدة أمور فاقت بها. صحيح مريم معصومة، مريم بتول، وهي تشاركها الزهراء، تشاركها في ذلك، ولكن الزهراء فاقتها في كل شيء، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله مرحبا بسيدة نساء العالمين وهو يستقبل ابنته الزهراء. قالت وأين مريم ابنة عمران؟ قالت تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فقت الجميع يا زهراء. ومثل ما فاقت الجميع في فضائلها أيضا فاقت الجميع في مصائبها. لولا يمكن أكو هناك أوجه شبه بينها وبين بين مريم، وأن مريم تشبه الزهرة، ولكن أوجه شبه في حال الاشتراك. أما أكو بعض الأشياء لا، فاقت الزهرة على مريم التي هي فاقت جميع. ومن هذه الأشياء التي فاقتها بها أن الذي جرى على مريم يختلف عما جرى على الزهراء. زهراء اتهموها بأنها كذابة يوم جت طالب الفدك، وهذه بعد اتهموها قالوا انت كذابة، واتهموها ايضا بالزنا. ما كان ابوك امرأة سوء، يعني مريم، وما كانت امك بغية، وقال لها يا اخت هارون، ما عندها اخ اسمه هارون، وانما مقصود هارون هذا واحد معروف بالانحراف، انتين اخيتين يعني صوتين مثلي. وهكذا فاتهمت، ولكن الله سبحانه وتعالى اظهر ظلامتها وأظهر صدقها حينما أشارت إلى عيسى، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هي مصيبة، هي مصيبة، لكن انحلت بعيسى. كلها يوم واحد يومين وانحلت القضية بعيسى، من نطق عيسى ما حد يتجرأ يسيء إلى فاطمة، إلى مريم. أما الزهراء هل توقفت ظلامتها؟ إلى الآن والله الزهرة مظلومة، ما توقفت ظلامتها. وأي ظلامة؟ تو النبي صلى الله عليه وآله بعد ما يبست وما جفت تربته، تربة الماء التي على قبره، ما يحطوا الماء على القبر، ما جف، ما جف التراب، على الأقل بهالتفسير هذا. تو فارغ الإمام علي من دفنه ورجع يحارس المعزين حتى يجون يقولون له، الرجال يجون إلى علي يقولون له الخلف براسك، والنسوان يجون للزهراء يقولون لها الخلف براسك. وإذا الزهرة تسمع قم يا علي وبايع، وإلا أضرمنا عليكم المنزل نارا. قامت الزهرة تنهاهم، لا لا تسوون السوايا هذه، تجمون علينا بيتنا تحرقون البيت. قال نعم، قولي لبعلك يخرج، وإلا أضرمنا عليكم المنزل نارا.
قالت أحرج عليكم هذا بيتي، بيتي بيت رسول الله. اندفعت بكلها اندفعت لكي تدافع عن إمامها وعن سيدها أمير المؤمنين، وتدافع عن حرمة البيت وعن حرمتها أيضا. ولكن القوم ما رعوا لها حرمة، فدفعوا الباب في وجهها حتى عصروها تلك العصرة، وتفاصيلها جايت إنك عقب أيام. شلون عصرة؟ ماذا صنعوا حينما عصروها؟ قال كسر ضلعان في صدرها، نبت المسمار في صدرها، أسقط الجنين من بطنها. هذه حصلت حتى حالة ولادة عيسى، طلعت كرامة إلى مريم تحتاج إلى ما يسهل عليها ولادتها، وإذا عيسى يناديها من تحتها: لا تخافي، لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، يعني نهر، بس حركت رجولها الشكل، وإذا النهر يمشي الماء ينبع، تحتاج المرأة إلى الماء، الماء الدافي، طلع ماء حار. هاي حالة الولادة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وحاجة المرأة في هالحالة إلى الرطب. يقول العلماء، العلماء الطب وكذا والتغذية، يقولون من أحسن الأشياء للمرأة الحامل الرطب أو التمر، زين، لكن تأخذ بالمقدار الذي لا يرفع سكرها، وأيضا في حالة الولادة تحتاج إلى هذا يسهل عليها، وأيضا في حال الرضاعة يدر اللبن التمر والرطب. لولا ولذلك النخلة يابسة، هزتها أو ضربتها بيدها هكذا، وإذا بها اخضرت وتساقط الرطب فأكلت. يوم شافت هالأشياء هذه واطمأنجتها قالت خلاص بعد ما أخاف، ولدت بعيسى وهي غير مروعة، أنا وحارسها السري الأبسل، لكن وإلى الجدار. عندها ملجأ، هذه التجأت للنخلة، أما بالنسبة إلى الزهراء التجأت بين الباب والجدار، وإلى الجدار وصفحة الباب التجأت ست النساء فأسقطت ما تحمل. أويلي، سقطت وأسقطت الجنين، وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل، هذا يعنفها وذاك يدعها ويردها هذا وهذا يركل، يعني يرفسونها. نعم، هذه من اللي فاق الآن مصيبته، مصيبتها أو مصيبة مريم؟ وين مصيبة مريم؟ ماكو مصيبة. الزهرة روعت بين الباب والجدار وأسقط جنينها، بعاد واللطمة ديك اللطمة، إحدى الخادمات من خادمات المنبر الحسيني، جاءتها الزهرة قالت روحي اقري باكر الوفاة، روحي اقري عند ولاك المالتم الفلاني، ترى فيه بناتي هناك وينتظرونك، وهم جايينك بالأمس وقالوا لك تعالي اقري وانت رفضتين، روحي اقري انا باكون موجودة هناك. من انتين؟ قالت انا الزهرة. ومشت زهرة، يعني الزهرة، وفي المنام شوية وهي تحدث نفسها وصلت ذيك المرأة الى الباب، قالت يعني الزهرة، ردت نظرتها الشكل والتاح الخمار عن وجهها، وإذا خمس أصابع مطبوعة على وجه الزهرة. تأمل شلون هذه فاطمة. بعد تعال شوفها في الوفاة، لما توفت الزهرة ولما توفت مريم، توفيت مريم وماكو تقول تشتكي من ظل
أو منتحلة بدن، أصلا هي في أمن وأمان. عيسى عليه السلام رايح يجيب لها طعام حتى يفطر وياها عقب الصوم، ما يجله متمددة على مصلاها. السلام عليك يا أمه، ما أجابت لولا. بعدين قامت عبت ساعة ساعتين ما انتبهت، قال يمكن تعبانة، ردت عبت والفطور خلنا. أخيرا مرة مرتين ثلاث ناديها ما تجيبه، جاء يحركها وإذا بها كالخشبة اليابسة فارقت الحياة وانتهت القضية. بعض الروايات تقول بأنها جاءه النداء يا عيسى ارفع ارفع رأسك عن صدر أمك فإنها قد فارقت الحياة، ولا تخاف ولا تجزع وما راح تتروع. لكن يوم وضعها علي بن أبي طالب هذه الزهرة على المغتسل شلون شافها؟ يوم وضعها على المغتسل شلون شافها؟ هذه حالة رآها ولعلك مات والضربات. وبعد لما أن وضعها على السرير لكي تحمل نادى بالحسين والحسن وإجوا، وضع الحسن رأسه على صدر أمه من الجانب الأيمن والحسين من الجانب الثاني، يقول علي أقسم بالله وبالعيش الذي عشته مع رسول الله لقد حنت وأنت وأخرجت يديها من الكفن وضمت الولدين إلى صدرها. والمصيبة يا مقفاو اشبولها يم النعام، مدت ايديها الى السبطين والكل اندهى، ضمت الاولاد لها يا وماج واهتز العريق واخذهم حيدر عن الزهرة وعبراته تسي. اويلي وزينب تنادي ودمعها فوق وجنتها تخار، صيح يا ابويا البتولة شلون تدفنها بقبر. يا معزيهم يسليهم ياخذ بخاطرهم، النداء جاء من السماء يا علي نحي الحسنين فقد أبكى يا والله ملائكة السماء، ونحاهم. بعدين قال هل قضيتم وطرا من الوداع؟ يلا خلونا نشيل الجنازة. نحى الحسن نشف دموعه، نحى الحسين ونشف دموعه وقال تصبر يا ولدي، وأخذ بخاطر زينب ونحاها. بعدين علي حط ايده تحت النعش يريد يشيلها. انتوا كلكم يا ساده، اكثركم ساده يمكن، وايضا احنا كلنا اللي مو ساده بعد ابناء علي بن ابي طالب وابناء الزهرة لولا. وانتوا تعرفون وش راح اقول، علي بن ابي طالب كلكم تعرفون انه قال باب خيبر ودحاه خلفه 40 ذراعا، ويقولون بانه وضعه على الخندق فنقص شوية فوضع يده وعبر الجيش كل على الباب بحصار مثل الجسر على الباب، وهو ماسك للباب بماذا؟ بيده. مروا بخيولهم وعلي ماسك للباب إلى أن عبروا. قال باب خيبر لو لا تعرفونه مو باب عادي. زين هذه الزهرة الآن نحيلة جسم خفيف جسمها ما كل عظم، بعض الروايات تقول لصق الجلد على العظم. أثبت لك ترى في التاريخ أن علي أراد أن يحملها فوقع على الأرض فما استطاع.
قال عمي عمي أبا ذر تعال، عمي أبا ذر أعني على حمل فاطمة. شلون يا علي انت قال عباب خيبر ما تقدر تشيل الزهراء؟ قال إن مصيبتها قد هدت أركاني. هو اللي قال في حال وصيتها، قال بالأمس قد انهد ركني الأول بفقد أبيك، واليوم ينهد ركني الآخر بفقدك. حيدر نادي بصحبته دركوني، مقدر أشيل الغالي عينوني. خل أسمع صوتكم. راحت الزهرة وراح نور عيوني، بنت الرسول شلون أنا أسليها؟ أويلي وفضة تحن وتصيح يا مولاتي، قعدي وشوفي باليتم ساداتي، وش لي بحياتي وعايفة دنياتي، وش لا نطب دارج ومنتي فيه. حملت الجنازة، اجوا دول اصحاب امير المؤمنين يساعدون علي في حمل الجنازة. ولما حملت الجنازة ومشت قليل، وإذا زينب جاية من خلف الجنازة تركض وتنادي وأمّا. أسألكم سؤال، علي الغيور، علي اللي خدر زينب، يرضى زينب تطلع؟ لازم يرجعونها، ما يصير تطلع مع أن المحمولة أمها. لا 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 تطلعين يا زينب، اجت فضة اجت اسماء، ردي يا زينب. ما يرضى امير المؤمنين تطلعين. قالت انا ادري ادري امير المؤمنين ما يرضى اطلع، واعرف على انني سوف لن اخرج، انا ما اخرج الا باذن، لكن انا بس بوصل الى الباب وعندي طلب. ش عندك يا زينب؟ قالت وصوا حيدر من ينزلها القبر لا يوسدها على خد المنصطور. وبيد بيد بيد لا يلشم ضلعها المنكسور، جروح فاطم علمة مرسومة. بالله يا شيال نعش الطاهرة على هونك شوية شوية. بالله يا شيال نعش الطاهرة على هونك من تسير على الثرى، ترى ضلوع ام الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل عزاءنا، سامحنا، تب علينا، انك انت التواب الرحيم. جماعتنا الحاضرين فردا فردا، فضهم في انفسهم واهليهم ومن يلوذ به. في كل مريض وك كل أسير وك كل غريب، قضي حاجة كل محتاج بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبحق حرمة المباركة الفاتحة نقرأها إلى أرواح المؤسسين وأرواح موتى الحاضرين، أرواح موتى المؤسسين وموتى الحاضرين، وأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، تسبقها صلوات.